أنا شاب مغربي وقعت في الزنا مع شابة فرنسية لمدة عام ونصف، ثم تزوجت بها. كانت نيته تحليل علاقتهما، بعدما طلب منها أن تؤمن بالله وافقت، ثم ندم على وقوعه في الزنا والحرام بعد الزواج. مؤخرا طلب من زوجتي عندي قراءة موضوع يذكر حديث النبي الشريف ينص على استبراء المحاضة أن تستبرئ فرحة الحيض المستقبلة، استغرقت مدة 3 أسابيع، هل يكفي ذلك بعد التوبة؟ يتساءل باستمرار، هل زواجه صحيح أم باطل؟ ما حكم الشرع وما يجب فعله؟ شو قال الإمام الشافعي رضي الله عنه؟ يظهر في الأمة من الأقضية بقدر ما يظهر فيه من الفجور، أي كلما يكثر الفجور تظهر قضايا كثيرة، نسأل الله العفو والعافية. هل أخزنا بهذه الفرنسية والآن بغى يعالج، قال لك نزوجها، نزوجها بطريقته ياك، وثانيا دعها الإسلام أسلمت، هو الآن كيقول لك كي غادي ندير باش نحلل واش زواجي حلال واش. شوف يا خويا الله يرحمه عليك، أنت يا زنيت بهذه الفرنسية مزيان، الآن تزوجتها وسلمت، علاش راك تسقسي؟ علاش؟ لماذا تسأل؟ الآن تسألني ونقول لك أنا، لو كان كنت سألتني من قبل نقول لك المرأة اللي تزوجتها، المرأة اللي زنيت بها لا تتزوج بها حتى تتوب، لأن الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إذا أنت زنيت بها وهي قبلت، معناها أنكم بزوج قابلين للزنا، إذا يخصكم إلا بغيتوا تتزوجوا وشحال تبقى؟ تتوب إلى الله من الزنا، شحال؟ على الأقل واحد المدة ديال 6 شهور ولا تشوف فيها وتشوف فيك وتلاقاو وما تزنيوش بعضكم بعض. ذيك الوقيته اللي كتكون التوبه نتاعكم صحيحه انا ذاك يجوز لك ان تتزوج بها، لكن الان كتقول لي انا بالزينه انا تزوجتها راه عاد يزني ودار تاخذ هو يزني. حقا لا، خص تستبرئ، يعني خصها يعني الحقيقه تفوت بواحد المده نتاع على الاقل 3 شهور، اي عدتها، العده نتاع المراه وشحال؟ 3 شهور تقريبا، 3 شهور، 3 حيضات ولا 3 نتاع الطهرات. ها؟ اذا سيدي كي تبقى 3 شهور، نعم سيدي، حتى نتاكد من خلو رحمها من الاخر من اي نتيجه نتاع الزينه. ذيك لا لا 3 شهور، 4 شهور و10 ايام نتاع اللي مات زوجها. فهمت؟ ها؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، اي 3 نتاع الحيضات ولا 3 نتاع الطهرات، حنقولوا 3 شهور نسهلوا. يعني ان الرجل اللي زنى بالمراه وبغى يتزوج بها ما يتزوجش بها مباشره بعد الزينه، لان ما عرفناش واش هذاك الزينه كيكون ترتب عليه شيء والعياذ بالله نتيجه ديال الحمل. نخليه واحد 3 شهور، لان 3 شهور يمكن يبان فيها هذاك الاعراض ديال الحمل الا كان، باش ما يقولش هذا ولد زينه. لا، يخلي واحد المدة ويبانوا باللي تابوا، فإذا تاب يقول العلماء يجوز لمن زنى بامرأة إذا تاب الاثنين أن يعقد عليها وأن يتزوجها زواجا صحيحا. الآن أنت تزوجتها بعد الزنا وسلمت، أنا كنقول لك الآن واحد الطريقة سهلة إن شاء الله تبارك وتعالى، تتركها واحد 3 شهور، تتركها واحد 3 شهور، افترق أنت وياها لأن الزوج نتاعكم جا مباشرة بعد الزنا، تتركها واحد 3 شهور منين راك دخلت الشكوك. انا لو كان ما سقسيت ما والو صافي، روح وعيش كيما راك واسال الله تعالى العفو والعافيه لانك راك درت العقد. الان ان شاء الله تبارك وتعالى يمكنك ان تتركها واحد 3 شهور ولا حتى يستبرأ الرحم، ثم بعد ذلك باذن الله تتزوجها زواجا شرعيا، والان هي مسلمه باذن الله تبارك وتعالى. هذا ما يبدو لي والله تعالى اعلى واعلم. مش غادي نقول لك يعني ما شاء الله ما شاء الله، امور يعني كثيره تخاف ثاني عاودك يمشي يفرق معها 3 شهور ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني بعض الامور هنا يعني في الحقيقه معقده جدا، ولذلك نسال الله العفو والعافيه.